هنروح ليه طبعا فريق او منتخب كره السله سيدات. طبعا المدير الفني كابتن هاب الالف، المدير الفني المنتخب الاول لكره السله سيدات، استدعى 7 لاعبات من النادي الاهلي للمنتخب. استدعى نادين سلعاوي، تريا محمد، ثريا محمد، مي حلوه، رنا نبيل، فريده وائل، نهى شتى، رضوان محمد. طب استدعاهم ليه؟ في طبعا تصفيات المنطقه الخمسه زي الرجال زيها للسيدات. وطبعا ما كانش ينفع معانا الخبر ده ويكون الخبر ده معانا لما يكون معانا الكابتن إيهاب الألفي المدير الفني للمنتخب الأول لكرة السلة سيدات معانا على التليفون. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك كابتن هيثم، وحشنا وكل التوفيق ليك إن شاء الله. الله يخليك، توحشنا أكتر وربنا يوفقك وبالتوفيق دايما إن شاء الله. كابتن إيهاب، كلمني عن المعسكر، بدايته بدايت إزاي؟ أول يوم تدريب ليك، فاتت المعسكر الأول قد إيه والتاني قد إيه؟ يعني كلمني بالتفصيل عن المعسكر. احنا هنعسكر الفتره دي، احنا الدوري واقف، فاستغلنا فتره توقف حوالي 40 يوم. فبنجمع، بناخد يومين في الاسبوع معسكر مفتوح، عندنا جمعه وسبت، بنتمرن على فترتين صباحا ومساء. فعندنا 4 وحدات في الاسبوع، عندنا معسكر في اسكندريه للاعيبات اسكندريه، ومعسكر في القاهره في نفس الوقت. وإن شاء الله بعد في الأسبوع الرابع كده نحاول نلعب، يعني عندنا يعني فكرة كده إن إحنا نلعب مع المحترفات، الـ8 محترفات اللي موجودين، فنعمل معاهم 2 جيمز كده إن شاء الله قبل أو نهاية المعسكر، يعني إن شاء الله في أول ديسمبر إن شاء الله. ده هيكون إعداد كويس للبطولة. وبعد كده نرجع تاني نعمل معسكر مغلق كابتن هيثم في شهر 1 استعدادا للبطوله. طب كابتن ايهاب، البطوله تحدد مكانها فين مش كده؟ احنا مصر طالبين الاستضافه ان شاء الله، وبنسبه كبيره ان شاء الله يكون مصر بنحاول نستضيفها ان شاء الله يعني. طب كابتن، الفرق اللي شاركت عندك خلفيه مين؟ يعني يمكن الرجال في المغرب، اوغندا، الراس الاخضر، انت الاخبار الدنيا عندك ايه اللي مشارك؟ هل عندك خلفيه مبدئيه عن مين هيشارك في التصفيات؟ كينيا واوغندا والكونغو دول مشاركين بصفه اساسيه. في فرقه لسه ما يعني ما اكدتش قوي، تعرف ظروف لسه البلاد ما فتحتش بالكورونا وكده، فاحتمال تكون تنزانيا هي الفرقه الرابعه يعني. مين اقوى الفرق اللي انت شايف ان هي هتبقى منافسه لينا في التصفيات يا كابتن؟ هي كينيا واوغندا، يعني على طول احنا كنا السنين اللي فاتت بنتاهل يا كابتن هيثم بالوايت كارد، لكن الحمد لله اخر نسخه كمنتخب مصر كانت اوغندا، الحمد لله كنا احنا بطل المنطقه الخامسه، ودي كانت اول مره من سنوات. ان شاء الله يكون عندنا ادفانتج كبيره ان احنا لو البطوله في مصر باذن الله يكون عندنا ميزه كبيره ان شاء الله ان احنا نحافظ على لقبنا ونكسب ونتاهل ان شاء الله للافرو باسكت، ده التارجت بتاعنا باذن الله. وبعد كده نوصل يعني من التوب 6 بقى ان شاء الله في الافرو باسكت، ده التارجت اللي متفقين عليه ان شاء الله. يا كابتن، طب قول لي انت مجمع كام لعيبه في القاهره؟ انت حضرتك قلت في معسكرين، واحد في اسكندريه واحد في القاهره طبعا عشان لسه 40 يوم توقف. كام لعيبه تجمعوا في القاهره وكام لعيبه متجمعين في اسكندريه؟ عندنا في القاهره 20 لعيبه، وعندنا في اسكندريه 19 لعيبه. لكن خليني اقول كابتن هيثم ان باب المنتخب مفتوح على طول، احنا خدنا يعني اجهز لعيبه في الوقت الحالي، يعني في لعيبه كتير لها اسماء، وفي لعيبه كانت معايا السنه اللي فاتت في القايمه في الافرو باسكت، لكن هي دلوقتي لظروف اصابه، لظروف الانتقالات اللي حصلت، فكان التايم بتاعهم مش كبير، فكانوش بياخدوا تايم، فكانوش باينين قوي دلوقتي، فاحنا خدنا الاجهز فنيا وبدنيا من وجهه نظرنا كجهاز كامل. لكن يعني الباب مفتوح لكل اللاعبات من هنا لحد ان شاء الله البطوله، ده بس يعني فرصه ان انا معاك على الهوا، فبقول لكل الناس احنا خدنا اكبر عدد وادينا فرصه كبيره جدا، اخترنا المنتخب، ودي يعني اول مره ان احنا نختار من 13 نادي، احنا 16 نادي اخترنا من 13 نادي، فادينا فرصه كبيره ان احنا نبص على كل البنات في المعسكر المفتوح ده ان شاء الله، وبنختار الاجهز برضو في الاخر. طب كابتن هاب، انت يعني الافرو باسكت او بطوله افريقيا اللي فاتت كان تقريبا على ما اتذكر منتخب خد 8، صحيح ولا انا كنا السابع؟
كنت سابع. الحقيقه يعني انا شايف ان هو يعني الفضل او الجيل ده في مجموعه تقدر تدخلنا في السيمي فاينال، يا ترى دي رؤيتك كده زي رؤيتي، ولا انت شايف ان الفرق الافريقيه بتتطور بشكل كبير خاصه ان بيكون فيهم عدد كبير محترف في اوروبا؟ والله طبعا الفرق الافريقيه قويه جدا، في نيجيريا والسنغال ومالي وموزمبيق، الاربع فرق دول يعني جامدين جدا، انت يعني متابع كويس معايا. لكن خليني برضه اقول لك يعني للمشاهدين ان احنا خسرنا من انجولا في اخر ثلاث ثواني بالظبط، يعني كنا بالزبط. هيد تو هيد بالنسبه لانجولا كانت بتكسبنا على طول، موزمبيق كسبتنا فرق 12 بوينتس، فده ان شاء الله زي ما انت بتقول كده السنه دي مع رجوع بقى اللعيبه كانت مسافره في الان سي دبل اي مع معسكر ان شاء الله طويل، عندنا فرصه ان احنا نتجمع اكتر واحتكاك اكبر ان شاء الله باذن الله. ده انا قلت يعني ان احنا هنوصل يعني من التوب 6 عشان نروح للفاينل 4 باذن الله يعني. طب كابتن هاب، يمكن السنه دي كانت اول سنه يتم تطبيق الاحتراف الكامل للسيدات، شايف القرار ده وشايف الفتح الباب يعني زي الرجال بالظبط، الاحتراف والتعاقدات والعقود وتوثيقها في الاتحاد والكلام ده كله، هل ده هيعود بالنفع على طبعا المنتخبات، ولا شايف ممكن ده يكون اعباء ماليه على الاتحادات يعني على الانديه؟ شايف القرار ده هل يعني ممكن في وقت من الاوقات نشوف منتخب قوي بعد القرار الجريء ده اللي اتاخد بفتح الاحتراف للسيدات؟ اكيد يا كابتن هيثم، طبعا القرار ده اتاخر من وجهه نظري، اتاخر كتير، خلاص البنات دلوقتي بيتعاملوا ان هم خلاص بروفيشنال، فالاول كان في اعتذارات كتيره جدا عن منتخب مصر، دلوقتي محدش هيقدر يعتذر، بالعكس الناس كلها انترستد ان هي تبقى موجوده في منتخب مصر، وخلاص بيتعامل كمحترفين خلاص، ما عادش كان البنات دلوقتي كان عندي شغل يا كوتش، كان عندي مش عارف غصب عني عندي مناسبات ما اعرفش، كل الكلام ده خلاص اتلغى من اول يوم البنات موجوده، ما فيش اعتذارات نهائيا، خلاص محترفات، فده كانت بدايه ان البنات يتحطوا على التراك ويحسوا ان هم يعني مش زي الولاد، لا خلاص قربوا من الولاد، فطبعا انا القرار هيفيد الباسكت بول سيدات بشكل كبير. طب كابتن، يمكن حته برضو ان انت تجمع المحترفات يلعبوا مباريتين على الاقل قبل ما تسافر او قبل ما يتم اشتراكنا في البطوله، لان البطوله غالبا حضرتك بتقول هتبقى في مصر، يعني شايف هتقدر تجمع المحترفات دول ازاي؟ طيب هل في طريقه بسيطه؟ اتفضل يا كابتن. انا هنتفق يا كابتن حسن مع الانديه المشكوره كلها طبعا هتحب تساعد المنتخب، عندنا فرصه كبيره ان احنا عندنا ثمان محترفات موجوده دلوقتي في مصر وعلى مستوى عالي جدا وفي كل البوزيشن، فدي فرصه كبيره جدا اكني انا بلاعب الفرق، بلاعب مش افريقيا، لا ده انا بلاعب الليفل اعلى بقى من افريقيا. صحيح. فبغض النظر عن النتيجه احنا هنكون في استفاده كبيره جدا جدا جدا، ودي دعوه يعني مني ومن الاتحاد المصري ان الانديه تساعدنا وتسمح للاعبات ان هي تلعب يعني معانا قبليها، واحنا هنبلغهم قبليها يعني بفتره ان شاء الله عشان يستعدوا يعني، ويبقى يعني حاجه جديده واستفدنا بيها في فتره التوقف قبل المعسكر الخليجي. صحيح يا كابتن. طب خليني اقول لك برضو حته انه يعني انت هيبقى عندك مشكله لما تضم الفرقتين مع بعض، يعني انت عندك 20 لعيبه هنا في القاهره و19 في اسكندريه، هيتضموا 39 لاعيبه، عدد كبير، دي رقم واحد. المشكله الثانيه اللي هتقابلك ان انت مقسم المعسكر، فهل انت بتسافر اسكندريه تابع تدريبات هنا وهناك، ولا مقسم الجهاز الفني على اثنين؟ يعني المشكلتين دول هتتصرف فيهم ازاي؟ معايا في الجهاز معايا كابتن عمرو عاصم وكابتن عليا محمود في القاهره، ومعايا كابتن محمد شوقي وكابتن عامر عبد المطلب في اسكندريه، فالاثنين بيشتغلوا في القاهره والاثنين في اسكندريه، انا بكون موجود اسبوع في القاهره واسبوع في اسكندريه، فيعني بحضر هنا وبحضر هنا والبروجرام واحد، شغالين في فتره واحده. بالنسبه للعدد زي ما قلت انا قبل ما نلعب الجيم مش هنوصل طبعا لل 39، لا احنا هنبقى غالبا 25، فعندي فرصه كبيره في التو جيمز لكل البنات، يعني انت تجرب الكل، يعني انت تجرب الكل في المباراتين، ان انا اجربهم ونشوف المستوى وصلنا لحد فين في فتره الشهر ده ان شاء الله. تمام يا كابتن. كابتن هاب الالف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات، بشكر حضرتك وكل التوفيق لمنتخب مصر الاول لكره السله سيدات، ان شاء الله في مشاركته في تصفيات المنطقه الخمسه الافريقيه اللي هتاهل لبطوله افريقيا. مكملين معاكم اخبارنا، وعندنا اخبار
كتير مهمة انتظروها ولكن بعد الفاصل.